من الحماس والجديه. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، انا كابتن سيد هقول لك برضه، لكن انا عارف النادي الاهلي هو هدفه هو الثلاث نقاط، وكنا مركزين بشكل كبير واستعدينا بشكل كبير، لكن عايز اتكلم على ارضيه الملعب. يمكن كان ليك فيديوهات يمكن على القناه طبعا الناقله، بتبص على ارضيه الملعب، بتمشي على ارضيه الملعب، لكن الامر زاد جدا خلال الشوط الاول اخره والشوط الثاني. تقييمك بشكل عام للمباراه وارضيه الملعب عايز اتكلم عليها كابتن. الحمد لله طبعا، يمكن من مكاسب اللقاء النهارده ان ما فيش حد اتعور الحمد لله، اربع من هنا او هنا يعني، لكن بالتاكيد يمكن المناخ، الامطار، الجو اثرت على ارضيه الملعب، وبالتالي اثرت على اللعيبه في بعض الكرات. حتى في كرتين، لا واحده لعمرو السوليه وواحده لاوجاييه، عمرو السوليه اتزحلق كانت خطر جدا علينا، في واحده لاوجاييه اتزحلق كانت برضو خطر جدا علينا، لكن الحمد لله على كل شيء. يمكن كنا نتمنى ان احنا نكسب النهارده، ان نعتلي صداره الدوري، لكن في النهايه الدوري غير الكاس يعني. الدوري في اوقات كده بتيجي في المشوار او في الموسم بتبقى عايز تطلع باحسن النتائج او اقل الخسائر زي ما بيقول يعني. الاجواء النهارده مش في صالحنا طبعا، حاله الجو او سوء الاحوال الجويه اللي اثر بالتاكيد على الملعب. ودايما في عرف الكوره الاجواء اللي بتبقى خارج الامور الفنيه زي الجو، زي جو بقى مطر، رطوبه، حراره، ارضيه ملعب سيئه، حكم، يعني اعتقد ان الامور كلها اللي بتبقى بالشكل ده بتبقى مش في صالح الاكثر فنيا او الاحسن فنيا يعني. حكم اللقاء عشان ابقى امين معاك انا مش هتكلم عليه، لان هو الحقيقه النهارده مش يعني كويس جدا. انا من وجهه نظري حتى لو في كروت اتخذت عند على النادي الاهلي 90%، مش عايز اجزم كلها يعني، لان في واحده ممكن اكون شاكك فيها، لكن الباقي كله صحيح 100% يعني. لو بتكلم كمان على المستر مارتن، حذر اللعيبه ازاي من ارضيه الملعب، لان كنا بنتمنى الهدف اكيد مع الثلاث نقاط هو عدم الاصابات. اتكلمتوا مع اللعيبه ازاي بين شوطين كمان مهمه قوي كابتن؟ اتكلم على اللي فات بقى خلاص، لان هي مباراه الزمالك المباراه فاتت يعني. اعتقد ان اللي جاي احسن في التفكير. انت عندك مباراه الاتحاد ما اعرفش هتلعب بقى بالشكل ده بالمناخ اللي احنا شايفينه ده، بنتعامل معاه بكره وبعده هيبقى فيه امطار بالشكل ده ولا لا، هنتكلم. هو مش ملعبي ولا ماتشي طبعا، لكن مش عارف الاجواء هتمشي ازاي او القرار هيبقى ايه. كمان نقطه مهمه عايزين نتكلم عليها، مباراه الاتحاد ومنها سفر مباشره الى سان داونز وتجهيزات كالعاده كابتن سيد منك مع السفاره هناك ومع كل الامور. حطينا في اجواء مباراه الاتحاد ومدى الاستعداد ومنها لمباراه سان داونز. بص، مباراه الاتحاد مهمه جدا، انا في رايي الشخصي هي اهم مباراه في الدوري في الوقت الحالي او حتى في الفتره اللي جايه، لانها مهمه جدا. هنستمر في الضغط على المنافسين بتوعنا، هنستمر في التواجد بشكل قريب جدا 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 لحد ما نروح لمكانتنا. فيما يخص مباراه سان داونز فكر احترافي اشبه بالفكر الاوروبي، بعتين واحد النهارده يتفرج على اللقاء من الجهاز الفني من ارضيه الملعب، فانت بتتكلم على عقليه مختلفه عن اللي انت بتقابلها او بتشارك في افريقيا فيها يعني. فما اعرفش هو دخل ولا لا، اعتقد ان هو طالب مني الدخول، لكن انا مش في ايديا يعني، مش قراري، ده كان قرار الامن يعني، او حتى لو في ايديا مش دخل. لكن في النهايه الحمد لله على كل شيء يعني، مباراه انتهت بحلوها وبمرها، خلينا نستعد بقى للي جاي ان شاء الله. البرنامج التدريبي انا عارف ان يمكن خلاص اللعيبه دلوقتي خلاص في فندق الاقامه، البرنامج التدريبي حتى يوم المباراه مباراه الاتحاد احنا متواجدين وفريق النادي الاهلي متواجد في النادي الاهلي في فندق الاقامه كابتن سيد. ان شاء الله بكره هنتمرن هنا وبعد بكره هنتمرن هنا، وان شاء الله يوم الثلاثاء هنشوف هنلعب فين بقى. اخيرا كلمه لكل اللعيبه على الاداء المميز، كنا بنتمنى ان احنا نحقق النتيجه كابتن سيد، لكن تقول ايه للعيبه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه ومنها للمباراه القادمه؟ طبعا خلاص احنا في مشوارنا في طريقنا، عارفين كويس قوي هنفصل كويس جدا جدا من المباراه واحداثها، وهنبص على مباراه الاتحاد السكندري، عندنا اسبوع في منتهى الاهميه وغايه الاهميه، خلينا ننسى المباراه بكل ما فيها، حتى لا قدر الله لو كنا خسرنا برضه كنا هننساها يعني. الحمد لله على كل شيء، هنستعد للي جاي، ودايما زي ما انا قلت لك المباراه او مرحله الدوري دي او الدوري عامه بيتاخذ على مراحل، في اوقات ما بتبقاش في صالحك وفي اوقات بتبقى لصالحك، هنستغل كل حاجه لصالحنا ان شاء الرحمن. لكن اتمنى ان يبقى في حاجه في مباراه الاتحاد السكندري حاجه افضل واحسن ان شاء الله. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. يا كابتن اسلام.